لمسة عطاء تحدث الفرق وتعطي الأمل. بذرة من خير غرسها زايد الخير عام 2003، فأصدر القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2003 القاضي بإنشاء صندوق الزكاة. أيدينا ترسم مستقبلاً مثمراً بلمسة من عطاء. أيدينا تصنع الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. برفق نشارك المحبة وننشر الإخاء والرخاء. انسجاماً مع توجهات حكومة الإمارات للتحول الذكي، أطلق الصندوق تطبيقه الذكي زكاة سمارت في أي زمان ومكان. تطبيق سهل متعدد اللغات، مترابط مع الخصائص الذكية للهاتف الذكي، يحافظ على خصوصياتكم وأمن بياناتكم. يمكنكم تحميل التطبيق الذكي للصندوق من منصات الأبل والأندرويد والبلاك بيري. يقدم التطبيق 3 باقات ذكية مترابطة تلبي احتياجاتكم وتوقعاتكم، وتشمل المستفتون والمزكون ومستحق الزكاة. باقة المستفتون، من خلال لمسات بسيطة وسريعة يوفر لكم التطبيق المعلومة الصحيحة والجواب الموثوق. تشمل باقة المستفتين معلومات وافية عن فريضة الزكاة، تمكنكم من إرسال أسئلتكم الشرعية والحصول على إجابة لها وحساب قيمة زكاة أموالكم وأسهمكم. كما يمكن للمؤسسات وعبر هذا التطبيق الاستفادة من خدمة حساب زكاتها. باقة المزكون، يتيح لكم هذا التطبيق الذكي خيارات متعددة لدفع زكاتكم، حيث يوفر لكم معلومات عن قنوات ووسائل دفع الزكاة، وييسر دفع زكاتكم بلمسة من خلال الرسائل النصية أو بطاقات الائتمان. باقة مستحق الزكاة، يتيح لكم هذا التطبيق خيارات متعددة لتقديم طلبات الزكاة والرد على جميع الاستفسارات، حيث يمكنكم الحصول على معلومات حول مشاريع الصندوق وكيفية الحصول على المساعدات، وذلك من خلال تقديم طلب الزكاة ومتابعته وطلب شهادة لمن يهمه الأمر وتقديم طلب الاسترحام. حمل تطبيق زكاة سمارت وساهم معنا في تفعيل فريضة الزكاة وترسيخ مفهوم الصدقة الجارية وتحقيق التنمية الاجتماعية في وطننا الغالي. لمسة عطاء تحدث الفرق وتعطي الأمل. صندوق الزكاة، رؤية عصرية لفريضة شرعية.